من في إطار الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، كل ولاية لديها مخطط يعني عملياتي يشمل كل الهيئات وكل يعني القطاعات اللي تساهم في عمليات يعني سواء كانت على الجانب التنظيمي، خاصة منها يعني عمليات التحسيس التي تدخل في إطار الوقاية، ولكن هناك كذلك قطاعات يعني يساهموا معنا، مثلا كل من في الأشغال الوقائية التي تقوم بها عدة هيئات، مثلا الأشغال العمومية يعني البلديات، وكذلك يعني لاسونيل غاز، كل يعني الهيئات اللي تدخل في تحضير الموسم الخاص بمكافحة الحرائق، الوقاية مكافحة الحرائق، ولكن هناك كذلك المجتمع المدني الذي يعني يساهم بقوة من خلال تدخل كل الجمعيات التي يعني تحث على التحسيس والتوعية المواطن من أجل أن يحافظ على هذا الموريث الغابي، علما أن يعني كل المجهود التي تبذلها الإدارة لا تكفي، بما أن المساحات الغابية متواجدة عبر كل يعني الأقاليم، خاصة في المناطق الحساسة، إن يعني يتوجب أن كل تضافر الجهود في كل يعني النواحي قصد يعني تفادي هذا الخطر اللي راه يعني مصنف كخطر ماجور، دونك سان ريسك ماجور كيلفو ابسو يعني الواحد يتحسس أنه كل مواطن لازم يتدخل بقوة، خاصة يعني في الجانب الوقائي، دونك التحضير ما يكونش يعني غير في الصيف، قبل بداية هذا الموسم لازم كل يعني المواطنين يحسوا أن هذا الموريث الغابي هو مستقبل الأجيال، وعلينا يعني كل العمليات التحسيسية وكل يعني التوجيهات باش نتفادى أي خطر على الغابة.